معناتها. الماتش نتاع الملعب التونسي والنادي الافريقي ان شاء الله الاولاد يكونوا في نهار باهي ويفرحوا الناس هذوما ويفرحوا رئيس الجمعيه سي محمد محجوب ويفرحوا الستاف باداره حمادي دو وتجو العزيز الغالي على كل محب رياضي، وان شاء الله مروحين منتصرين. واذا كان الكره ما حبتش تعكس تعادل يكفي الملعب التونسي باش يدخل البلاي اوف، وفي البلاي اوف ان شاء الله باش يكونوا اربيترات على مستوى خارجي مش مستوى تونسي اللي سخفوا ما عندهمش حتى اربيتر تونسي باش يعمل كوب دافريك وثم الفار خدام، واللي يربح ساعه عليه. احنا نهنيكم وباذن الله الانتصار الانتصار، واذا كان الكره ما مشاتش ماتش اللي خلصنا. اتمنى باش يكون واحد بلاش اذا مش اثنين بلاش، واذا كان الكره ما حبتش ماتش احنا ساتريزيا من احسن الفرق اللي موجوده. فرق نتاعنا تشرف ولاد صغار وملاعبيه عندهم حب الانتصار، وحمد يدو زرع فيهم الانتصار وكيفيه اللعب. عندنا واستيرام ممتاز، عندنا تاك توجع. والله جيت من انجلترا باش نتفرج في البقلاوه. ان شاء الله مربوحه وان شاء الله مربوحه. تكون بارتي باهيه نظيف ما ثماش عارك ما ثماش شيء، وان شاء الله مربوحه هذاك اش نقولوا تلعب بالكدا. البقلاوه انا زيرو كيما المره الاخرى. ما نكذبش عليك ما نعرفش لي تيران تونيزيان بويسكو جي ريزيد مانشستر. ما هذاك برسك تو التيرانات الكل في تونس هكاك تعبين الكل، لي موايان ما ثماش، سبيكتاتور ما ثماش، الكره ترقد على شر ما فهمتش علاش، ما ثماش حاجه، ما ثماش اورجانيزاسيون ديسبلين، ما ثماش اون با، كل واحد يحكم على روحه. والله التكهلات التكتيكيه معناتها مقابله مدربين اليوم، البقلاوه حاضر على جميع الاصعده هجوم ودفاع. النادي الافريقي باش يدخل في دائره الشك والنقاط نتاعو ما تسمحلوش انه باش يخسر، باش يستغل هالملعب التونسي بقدره الفوز للملعب التونسي هدفين لصفر. الملعب التونسي فريق عريق، فريق كبير، فريق القاب، وهذا هو المطلوب منه. ان شاء الله اليوم ان شاء الله الانتصار اليوم، خاطر مباراه صعيبه من جميع النواحي. النادي الافريقي باش يهبط لوتو بور لوتو، يحب يربح المقابله، ونحن باذن الله اليوم باش ننتصر ان شاء الله. سكور 2-0 ان شاء الله. في تحسن ملحوظ من جميع النواحي، من تكتيكيا فنيا الحمد لله لاباس. بقلاوه؟ نتفرج في البقلاوه باش تربح. انا تكهناتي الملعب التونسي باش تعدي تروح به، وان شاء الله الخساره لا. النيل ولا ربح. الريزلتا نقول 1-1 2-1 الاستاد. من احسن الجمعيات. الملعب التونسي من احسن الجمعيات. معناتها ديفونس اتاك وسط مش خايب، معناتها من احسن الجمعيات. ان شاء الله بالنسبه لليوم ان شاء الله مربوحه، ما نساوموش في ملعب الهادي النايفر، خسرنا 3 بوان مع ليتوال ديك غلطه، توا اربع طراح وجرت بعضهم ربح، قدرة ربي اليوم ما ناخذوا كان ربح ان شاء الله. ريزولتا 2-1. الملعب التونسي غلطنا شويه اول سيزون بعد ما فات السيزون تاع الفاز تاع اللي، لكن في الروتور معناها الكلاسيه الاولانيه كان ياخذوا كلاسمون تاع الروتور ستاتيونيزيان الاولانيه. 2-1 للملعب التونسي ان شاء الله. معايا السنه جمعيه باهيه تكور بالكدا، ان شاء الله نكملوا هكا نكملوا في السيريم تاع الفيكتوار. لا اله الا الله محمد رسول الله، ان شاء الله مربوحه بالطبيعه الملعب التونسي. 2-2 جويني وبلال مجد. باهية نورمالمون من أول العام ناقصين دو لاتيرو ريال غوش وريال دروا، وعندنا شوية في الجول، عندنا 3 بوست هذوما ناقصين، إن شاء الله نشوفوا استاد أقوى من هيك. نفس السؤال. تعمل واحد شيء سينيور وماشية في التحسن السينيور. إن شاء الله مربوحة الاستاد. السنة باهية مجنونية الجمعية كاملة. لعبة صعيبة برشا متوازنة، أما بقدرة ربي الملعب التونسي باش يربح. 2-1 تربح. 2-2 حمزة وبلال. أنت شكون باش يماركي أوتا؟ بياي بلال. لا 2 حمزة وبلال. حمزة وبلال. دربي برجولية دربي حمزة، حمزة الخضراوي إن شاء الله ربي معاه وبلال. اللهم صل على النبي ربي بقى علينا الستر. هي إن شاء الله إن شاء الله مربوح. 2-0 الكلوب أفريكان. إيه هكي ماتش الكلوب وستاد تونيزيان ديما صعاب، نفضلك عليك. أنا قلت لك 2-0 معناتها 50-50 ستاد تونيزيان، في خاصة في النايفر صعيبة، مش كيما رادس كيما المنزة. الصالح حاضرة معنا جروب باية، معنا إدارة باية، وطامحين إن شاء الله بلاي أوف. إن
ان شاء الله علاش لي نزو تيدر ما فماش حاجه صعيبه برشا فهمتني يعني جمعيه حاضره من عز الفرق اللي موجوده في البطوله توا كسوة تسيير ولا جواريات ولا جمهور واقفين احنا معاه ان شاء الله تفرحنا دوزو تاع بتبيع الملعب التونسي اثنين بالحاجه هو راه في ستاتيزيان حتى الجوار اللي يجي سوبريسيون ما فماش ضغط مثلا نتاع تشامبيونز ليغ ولا كاف ولا فهمش نيا يعني جمعيه صحيح احنا جمعيه كبيره من سنين من نحن نورما مو كل عام نلعبوا على تيتر ميك يجي يلعب في الصاد ما عندوش الضغط نتاع الجمعيات مثلا كيما تراجي ولا الكلوب ولا الاسبيرانس فهمت يلعب مرتاح فهمت لهني ويلقى يعني جمهور الصاد يعاون يدز من الميديا وقت تعديه واي حكي باش تحكيه مثلا قولوا راهي جمعيه كبيره ما عادش تقولوا من الفرق الخامسه والسادسه راهي جمعيه كبيره تاريخ الصاد مش من الجهويات تاع باش نقول لك تطاويل ولا نقول ليه استاد راهو في بلاصتها ما يعني فهمي اسبيرانس الكلوب سي اس اس ليتواز ساتونسيان ما فمش علاش باش انت تجي تقول لي ماهيش جمعيه سادسه ولا جمعيه هي جمعيه كبيره وانت سيدي جا تشوف تو انت الروح اللي عطاتها الكونكيرونس اللي عطاتها استاد والروح اللي عطاتها للشامبيون قداش عندك انت ما شفت شامبيون كيما هكا يعني سته خمسه سته جمعيات كبار استاد عطات نكهه للبوت اليوم باش نربحو كله قديه باش نربحو ان شاء الله ثلاثه بيت الاول خضراوي الاول والجوين خليها الاول هيثم الزويني والثاني حمزه خضراوي والاخر بلال مجدي البقلاوه ظلموها برشا عامين طيحونا ونحن ديما رابحين ديما رابحين يجيبونا اربيتر يطيحنا بالعين اما الجوارات نتاعنا مصلي على النبي ان شاء الله مربوح من قبل ديما ضد يجينا اربيتر ديما ظلمنا ديما كل مره نتفرج